السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب حياكم الله. درسنا لهذا اليوم درس قراءة بعنوان ظلي وصاحبي. راح أقرأ الدرس بهدوء، أرجو من جميع الانتباه. حملت لينو كرتها الملونة وخرجت في الصباح الباكر نحو بستان قريب. في الطريق رمت لينو كرتها أرضا وبدأت تدفعها بقدمها وتركض خلفها. فجأة توقفت وتلفتت حولها، لا أحد في الطريق. كم الساعة يا ترى؟ متى يخرج أولاد هذه القرية إلى اللعب؟ هل أعود إلى البيت؟ نكتفي بهذا المقطع لأنه الدرس الأول، إن شاء الله في الدرس القادم نزيد. أعيد القراءة، أرجو الانتباه من الجميع. عنوان درس ظلي وصاحبي. ظلي أي الفي، أي الخيال، خيال الإنسان. الدرس: حملت لينو كرتها الملونة وخرجت في الصباح الباكر نحو بستان قريب. في الطريق رمت لينو كرتها أرضا وبدأت تدفعها بقدمها وتركض خلفها. فجأة توقفت وتلفتت حولها، لا أحد في الطريق. كم الساعة يا ترى؟ متى يخرج أولاد هذه القرية إلى اللعب؟ هل أعود إلى البيت؟ يكفي هذا المقطع، إن شاء الله نقرأه في البيت مرة واثنتان وثلاثة وننسخه مرة واحدة بخط جيد. الآن ننتقل إلى شرح المفردات. الصباح الباكر، شو معنى الصباح الباكر يا حلوين؟ أي بعد شروق الشمس. لين استيقظت باكرا وصلت الصبح وكتبت وظائفها وبعدها خرجت إلى اللعب. إذا الصباح الباكر بعد شروق الشمس. تلفتت، ما معنى تلفتت يا حلوين؟ تلفتت أي نظرت يمين وشمال، نظرت يمينا وشمالا. قلنا ظلي، الظل هو ظل الإنسان، خيال الإنسان. الفيء للشجرة ظل، الإنسان ظل. الآن نجري معكم حوار حول الدرس. ماذا حملت لين؟ يلا بدنا نحل الأجوبة، الجواب منكم. ماذا حملت لين؟ الجواب يلا يا شاطر، مين؟ حملت لينو كرتها الملونة. إذا ماذا حملت لين؟ حملت لينو كرتها الملونة. السؤال الثاني: في أي وقت خرجت لينو؟ يلا مين الشاطر، مين؟ في أي وقت خرجت لينو؟ الجواب يلا يلا، منكم راح ياخذوا. خرجت في الصباح الباكر. خرجت لينو في الصباح الباكر. لين بتحب تستيقظ بكير وتخرج إلى اللعب مع رفاقها. السؤال الثالث: إلى أين ذهبت لين؟ إلى أين ذهبت لين؟ يلا يا حلوين. ذهبت إلى بستان قريب. ذهبت إلى بستان قريب. بتروح تحب تلعب في الحدائق بين الأشجار مو على الطريق. إذا اللعب يكون في الحديقة وليس على الطريق. السؤال الرابع: ماذا رمت لين؟ لين ماذا رمت على الأرض؟ رمت الكرة الملونة. رمت لين وعلى الأرض كرتها. السؤال الأخير يلا يا حلوين: ماذا قالت لين؟ ماذا قالت لين؟ سألت لين عندما لم تجد أحد في الشارع
كم الساعة يا ترى؟ متى يخرج أولاد هذه القرية إلى اللعب؟ هل أعود إلى البيت؟ تفاجأت لين أن بالشارع لا يوجد أحد، فسألت كم الساعة الآن؟ أنا خرجت بشكل طبيعي ولكن لم أجد أحد في الشارع، هل أعود إلى البيت؟ وبذلك يكون درسنا قد انتهى، وجزاكم الله كل خير. أرجو من الجميع قراءة الدرس عدة مرات بشكل جيد ونسخه مرة واحدة، وعافاكم الله وشكرا لكم.